لا تزال ملامح بطل الدوري العراقي لكرة القدم مجهولة المعالم، خصوصا مع تواتر خطوط المسابقة المحلية في أسابيعها الأخيرة. ففي الأسبوع 13 لمرحلة الإياب واصل النفط تشبثه بكرسي الصدارة بعد إطاحته بمضيف الكهرباء بثنائية. الملاحق اللصيق الشرطة هو الآخر فاز بذات النتيجة على كربلاء ووصل الزحف نحو المقدمة. بالنسبة للمنافسة على بطولة الدوري أنا أشوفه يعني بها لذة هذا الموسم أكثر من فريق ينافس على بطولة الدوري. بالنسبة لي أنا أرشح فريق قوة جوية والنفط والشرطة محصورة المنافسة بين ثلاث الفرق. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، الكل مجتهد نصيب. نفط الوسط فوت على نفسه فرصة التقدم بسلم الترتيب بالتعادل مع أمانة بغداد سلبا، فيما عاد السماوة بنقطة ثمينة من أرض زاخو بالتعادل بلا أهداف، وعاد الحدود منتشيا بتعادل بطعم الفوز من أرض مضيفي نفط ميسان بالتعادل بهدف لكلا الفريقين. لكن هاي التوقفات هي طبعا يعني مجبور عليها الاتحاد بسبب مباراة الاتحاد الآسيوي لفريق القوة الجوية وفريق الزوراء مباراة المنتخب الوطني، لذلك أصبحت هناك مباراة مؤجلة لفريق الجوية يمكن 6 مباريات، وفريق النفط الآن المصدر وفريق الشرطة أيضا مصدر ينافس على الدوري. دوري لحد الآن النفط لحد هسه يعني مصدر الدوري صار لفترة طويلة، بالإضافة إلى فرق الأخرى كالزوراء لها حظوظ وبعض الفرق هم كذلك لها حظوظ بالفوز ببطولة الدوري. الطلبة دوى بعض جراحاته بالفوز على الجريح الآخر الكرخ برباعية لهدف واحد، فيما أنهى التعادل السلبي لقاء النجف وضيفه نفط الجنوب، فيما تقرر تأجيل مباراتي الزوراء والبحري والقوة الجوية والحسين لارتباط قطبي كرة العراق ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. لقناة الفلوجة أحمد التميمي، بغداد.